ترامب يهدد بفرض عقوبات قاسية على تركيا وأردوغان يرفض التراجع. أكد وزير خزانة الأمريكي مينيتشين عزم الرئيس الأمريكي ترامب فرض عقوبات قاسية على تركيا بهدف شل اقتصادها إذا ارتكبت تركيا أي تجاوزات، فيما أبدى الرئيس التركي رفضه لكل التهديدات الصادرة معلنا مواصلة العملية العسكرية. أكد وزير خزانة الأمريكي ستيفن مينوتشين الجمعة 11 تشرين أول أكتوبر أن الولايات المتحدة تستطيع شل الاقتصاد التركي إذا اضطرت إلى ذلك مع استمرار هجوم أنقرة على المقاتلين الأكراد في شمال شرق سوريا. وقال الوزير الأمريكي مينوتشين أن الرئيس دونالد ترامب فوض مسؤولين أمريكيين بصياغة مسودة لعقوبات جديدة كبيرة للغاية على تركيا بعد أن شنت هجوما في شمال شرق سوريا، مضيفا أن البنوك تصلها اقتراض بذلك. لكن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أبدى تصميمه ومواصلة العملية، وقال أردوغان إن بلاده لن تتوقف عن مواصلة العملية العسكرية نبع السلام التي أطلقتها في شرق الفرات في سوريا. وأضاف أردوغان في كلمة أوردتها وكالة الأناضول مساء اليوم بغض النظر عن من يقول أو ما يقال حول عملية نبع السلام، فإننا لن نتوقف عن هذه الخطوة التي اتخذناها، ومضى قائلا تريدنا تهديدات من كل حد وصوب لإيقاف هذه العملية. لقد قلت للسيد ترامب والآخرين إذا كنتم ستوقفونهم فأوقفوهم، لكنكم لم تفعلوا. والآن نحن نقتلع شوكانا بأيدينا ولن نتراجع بعد الآن. وتابع مينيتشين في مؤتمر صحفي أن الرئيس دونالد ترامب يعتزم توقيع مرسوم لرد تركيا عن مواصلة هجومها العسكري في شمال شرق سوريا، وأضاف إنها عقوبات شديدة جدا نأمل ألا نضطر للجوء إليها، ولكننا نستطيع شل الاقتصاد التركي إذا اضطررنا إلى ذلك. وأوضح وزير الخزانة أن العقوبات يمكن أن تشمل أي شخص على صلة بالسلطات والحكم في أنقرة. وأوضح مينيتشين أن الولايات المتحدة لا تطبق العقوبات في الوقت الراهن لكنها ستطبقها إذا اقتضت الضرورة. وقال نرسل إخطارات للمؤسسات المالية بأن عليها الحذر من عقوبات محتملة. وأورد مينيتشين أن ترامب قلق حيال الهجوم العسكري القائم وإمكان استهداف مدنيين وبنى تحتية مدنية وأقليات عرقية أو دينية، ونقل عن ترامب أن من واجب تركيا ألا تسمح بفرار أي من مقاتلي تنظيم الدولة الإسلامية.